انا اعتقد هم غير قادرين هي كل ما ذلك هناك وسيله ضغط ليس اكثر لتحييد ترامب لاي رد فعل مقبل قد يكون يمتلك ترامب امور لا نعرفها احنا يعني هذا الرجل لحد الان لن يظهر منه شيء بالرغم من ان الديمقراطيه الموصوفه في الولايات المتحده الامريكيه حجبت كل وسائل التواصل الاجتماعي عن ترامب وهذا مخالف للبروتوكولات الالكترونيه وحريه التعبير وحتى للقيم الديمقراطيه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه أنت تتكلم اليوم عن عن فضاء التواصل الاجتماعي فضاء عالمي مو فضاء امريكي حتى يحجب رئيس الولايات المتحده الأمريكية حتى لو هو الرئيس رئيس الولايات المتحده الامريكيه عن عن التعبير وعن خصوصيته وعن جمهوره وهذا حقيقه نقطه سلبيه تشار الى الى الديمقراطيه الامريكيه عندما يصطف الاعلام في في جانب ضد شخص واحد يفترض كان تكون الامور اكثر اكثر يعني هدوءا حتى تتم عمليه التنصيب بدون مشاكل لاحق